بيج نيم. انت عارف ما تخيلش انا رجعت من هارفارد نوبل برايز. بس I had the opportunity ان انا ابقى in the environment of taking science a step forward. لكن ده مش السؤال اللي انا عايزه. كيف سكسس؟ وبتقابل تقول لي يا جماعه صح هو ده السؤال اللي انا عايزه. انا قلت في البدايه ان انا هقول لكم اكيد كل واحد فيكم النهارده لازم يطلع من الباب ده وهو ماسك ذا كي انك تملى الباب بتاعتك بكل whatever you can imagine in your life صح؟ انا عايز بقى حضرتك تقف وتقول لنا اسمك. حضرتك سنه كام يا دكتور عمرو؟ يعني لسه انترنشيب؟ لسه متخرج. طبعا عايزين سقفه كبيره للدكتور عمرو. فانا كنت عايز استنى ان حد يسالني what is the key اللي قلت لكم هقوله لكم في الاخر. وهو بيزيدني ذا كي كل الحاجات اللي احنا اتعلمناها في المحاضره الثري ستورز اللي احنا حكيناهم قبل ما اسافر ويك فورست اثناء ويك فورست وبعد ما رحت هارفارد. ان انت learn how to turn your opportunities your problems into opportunities to think out of the box and to have a dream. ان انت to create your own opportunity not just to wait for someone to give you the opportunity. ان انت to be willing to take risks. ان انت to be likable. الكي ان انت to shoot for the moon not put lights for your dreams. ان انت to keep persistent and stay hungry and stay focused on achieving the dream. The key ان انت to learn how to coexist. دي الحاجة اللي انا النهاردة حبيت اوصلها لكم. ان انا نرجع للريفايز اتعلم معاكم الحاجات دي كل مرة انا بقول الليكتشر دي بتعلمها وباكد عليها جوايا. وكل واقصى طموحي ان لو واحد بس من اللي قاعدين سمع كلمة حاسس ان ممكن تكون غيرت حياته I will be more than satisfied. And زي ما قلت لكم احلم وما تحطش حدود لحلمك وما تخليش حد يتصفطك على حلمك even if it was Harvard او حتى